السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي تحية لكم وتبارك الله على الأخوات كاملين. معكم كريم من مجوهرات أميرة، كنتواجدوا في مدينة سطات، اختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل غراتويت على حساب مجوهرات أميرة. تحية للأخوات كاملين وتبارك الله عليكم. اليوم حاولنا أن ندير لكم لايف مع الصباح، ونصبحوا عليكم ونقول لكم صباحكم مبروك، إن شاء الله يدوز النهار بخير وعلى خير. تحية للأخوات كاملين، نتمنى الاخوات كاملين اللي دخلتوا ما تنساوش ديروا بارطاج اللايف ديال اليوم، لان راه كيما يتشافوا كاينين دي زارتيكل اللي زوينين باثمنه جد جد مناسبه. فوالا نخلي لكم نيميرو التليفون هنايا ابينغلي اللي هي 0929 72 16 34، ونخلي لكم واحد النيميرو ثاني لان بعض المرات كيكون الضغط على هذه النمره اللي هي 0964 46 41 16. بالنسبه لنمره الواتساب حنا ديجا كنخليو لكم ايبينغلي، الا احتاجيتو اي حاجه ما عليكم الا دوزو عندنا بريفي، وديك الساعه نجاوبكم على اي حاجه بغيتو. ام غالي براسلي فان كليف ام سمار، سلام ورحمه الله لاله ام غالي، مرحبا بك. ايمان سلام ورحمه الله، سميه ندى قباج مرحبا، السلام عليكم وتبارك الله على الاخوات كاملين على الحضور ديالكم. سلام كريم لاله سميره نوبي، تحيه ليك تبارك الله عليك. لاله نجات، لان كيف كنقولوا بالنسبه لي لايف حنا كنديرهم على جوج ديال لي باج، لا باج بيجوتري اميره اوفيسيال والباج الاخرى الثانيه حتى هي نخليو فيها النيميرو ديال الواتساب اللي هي 0629 72 16 34 16 34، ونخليو لكم النيميرو الثانيه اللي هي 0664 46 41 16 حتى يخليوها ايبينغلي عندكم. فوالا لاله نجات سلام ورحمة الله، مرحبا بالاخوات كاملين والحضور ديالكم. سلام سلام لاله رجاء، رجاء سلام. فوالا بيجوتري اميره ايبينغلي صافاغ. حسنه هدودو سلام ورحمة الله. اخوات كاملين ما تنساوش انكم ديروا بارطاج اللايف ديال اليوم، لان راه كاين بزاف ديال لي زارتيكل باثمنه جد جد مناسبه، لان غنبداو بواحد الحلقه اللي فيها دي زارتيكل نتمنى يعجبوكم، واثمنه تاهما ان شاء الله غادي يعجبوكم 100%. ورينا غورمي تقال وعامري اللي فيهم لي بوندونتيف لا 100 زيزه. نسالي لي زارتيكل اللي غادي ندوز ان شاء الله، نوريكم اي حاجه بغيتو ماشي على راس العين. مجوهره اميره في مستوى، لاله سميره شكرا لك تبارك الله عليك وعلى التعليق ديالك، تحيه طيبه موفقه ان شاء الله. لاله ناديه تبارك الله الاخوات، لطيفه مرجاني تحيه ليك وعشا مبروكه. سلام شحال داير الذهب دابا الجرام؟ محمد زوين تبارك الله عليك، بالنسبه للذهب دابا حاليا كيدير ابتداء من 370 درهم الجرام والفوق، يعني ما محدودش. صافي انا بغيت نسولك، انا شريت غورميت ديال شوروفسكي الذهب 130 درهم وانتوما كيبيعوها ب 350، علاش هذا الفرق الشاسع في الثمن؟ يعني والجميع المنتوجات الاخرين كتزيدوا فيهم بزاف. سعيد الرودي تحيه لك، بالنسبه لشوغوفسكي فيهم بزاف ديال الشكلات وبزاف ديال الاثمنه، غتلقاي غتلقاي ديال 130 درهم، غتلقاي 180، غتلقاي 300، غتلقاي 400، غتلقاي 500، غتلقاي 600، هما ما محدودينش لاله سعيده. ها هما حدايا ديجا. بالنسبه لي موتيف ديال 3 دي راه لي موتيف ديال شوغوفسكي راه كيكونوا بدلين، الا خديتها ب 130 غتكون الموتيف ديالها يعني خفيفه بزاف، كتكون غير ورقه. هادو راه حنا كنديرو لهم 400 درهم دابا حاليا، 400 درهم مي لي موتيف كنقولو على الاقل شويه، واخا هما راه هما مقاسينش مي بعدا زوينين وفيهم واحد الطرف ديال السلسله هابط. المهم عاطين حقهم في الذهب، هذا ما كان هذاك الشيء غتلقى اختلاف في الثمن، لان باش ما كتنقص من الذهب كتنقص الثمن. شكرا الاخوات، اذا ان شاء الله نبداو الحلقه ديالنا. عافاك لي بوك البلديين كبار وشويه رخاص. سناء ان شاء الله باذن الله لي غورميت سامبل شاك جور جميله، مرحبا الاخوات كاملين الحضور ديالكم. اذا نبداو الحلقه ديالنا اخوات، ما تنساوش اللايف يلا بدا، وما تنساوش ديروا بارطاج لي لايف، لان كاين بزاف ديال الاخوات اللي كيتبعونا وديما كيساندونا بلي بارطاج ديالهم باش نبداو الحلقه ديالنا. اذا نبداو بهاد لاشين بوندونتيف ديال اناناس اللي كتجي على هذا الشكل. فوالا هاد لاشين ديال اناناس اللي كتجي على هذا الشكل، حاول تسد داك الباب. فوالا كيف ما كتشوفوا السلسله على هذا الشكل ديال الهرميس زوينه وصحيحه، واناناسه ديال ثلاثه. هذه راه صغيره ماشي شي حاجه كبيره، مي الثمن ديالها جد مناسب. فوالا كيف ما كتشوفوا الثمن ديالها كدير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال، 160 اورو. صافي صلى الله على بس بخير. 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 اورو،
هذه لاشين بالبوندونتيف ديال اناناسه. فوالا اخوات كيف قلت لكم اللي عجبات شي حاجه ما تنساش دير لها سكرين اولا كابتشر ديكرون ودوز عندنا البريفي. فوالا كيف ما كتشوفوا النيميرو ديال الواتساب راه ديجا ايبينغلي عندكم. سلام جزائر الجزائريان باش يعجبوني لي بيجو تاعي. سوسو تحيه للناس ديال الجزائر تبارك الله عليك وشكرا لك على التعليق ديالك تبارك الله عليك. فوالا كيف ما كتشوفوا شكرا لالا سعيده اخوات كاملين اللي كيبارطاجيو. حفيظه بالنسبه لي زونسومبل غادي نحاول ندوزهم نكمل مع لي زارتيكل اللي حاطين دابا وان شاء الله غادي نوريكم الشكلات اللي كاينين كاملين اليوم. المهم كاين ما يتشاف وكاين اثمنه مناسبه الا عندكم دي جروب كتعرفوهم وفيهم يعني بنات صحاباتكم اولا المهم البنات بصفه عامه راه كاينين بزاف ديال لي زارتيك غندوزهم باثمنه مناسبه. ما تنساوش تبارطاجيو اللايف ديال اليوم في اقرب دي جروب اللي عندكم ما تنساوش. فوالا 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 1600 درهم اللي هي 32000 ريال ثمن جد مناسب. كيف قلت لكم اخوات راه عندنا جوج ديال لي لايف اليوم دايرين في لاباج بيجوتري اميره اوفيسيال اللي ديجا معروفه وعندنا لاباج اخرى حتى هي بيجوتري اميره اللي حتى هي كندوزو فيها دي لايف بعض المرات. 1600 درهم اللي هي 32000 ريال كتجي على هذا الشكل وزوينه كيف ما كتشوفوا لاشين ارميس وصحيحه جواهر الماس. سرك عليك لالا اختك لالا ليلى تحيه ليك. فوالا عندنا عاوتاني هاد الانسومبلات اللي غادي نبداو نكملو مع لي شين باش من نمشيو ديما بنفس الريتم. عندنا هاد لي موديل ديال 3 دي كيجيو على هاد الشكل. هادي لاشين بوندونتيف كيف كنقولو ديما لاشين شوبار لاشين شوبار لان لاشين شوبار كتكون صحيحه و البوندونتيف ديال 3 دي شي حاجه ممتازه وصحيحه. وميمه وهبي بالنسبه للغرام دابا حاليا كيبدا من 370 درهم الغرام والفوق. شكرا لك لالا امال. الثمن ديال هاد لاشين بوندونتيف 3 دي ما فيها لا حجر لا والو كدير 2300 درهم 2300 درهم اللي هي 140000 ريال بريسك 230 اورو. فوالا كيف كتجي كتجي على هاد الشكل لاشين شوبار بوندونتيف 3 دي راه قاصح وصحيح. هادو كاع لي زارتيك كندوزو راه كندوزو شي حاجه ممتازه 2300 درهم اللي هي 140000 ريال. دنيا بو لي ميور بار اكسيلون شكرا ليك لالا دنيا سيرفيس توب ام غالي تحيه للاخوات كاملين. فوالا كيف ما كتشوفوا 2300 درهم اللي هي 230 اورو 140000 ريال. سميره نوبي ان شاء الله مرحبا بسلامك. ام سعد الاخوات اللي كيبغيو يعرفوا بعد المرات لاشين الثمن ديالها بوحده اولا لي بوندونتيف بوحده ما عليكم الا دوزوا عندنا الواتساب ان شاء الله ونوريكم كل ارتيكل بالثمن ديالو. راح ديما الواتساب راه في الخدمه ديالكم الاخوات تشرطوا كيف بغيتوا ما كاينش مشكل. عندنا هاد لاشين رقيقه هند تبارك الله عليك صافي راني بارطاجي تحيه لك لالا هند. فوالا كيف ما كتشوفوا عندنا هاد لاشين نيلو رقيقه بوندونتيف ديال 3 دي صغير هذا راه صغير بزاف. بغيت عافاك سنيسله اللي فيها 5 تعليقات مدورين صغار من هانيت ساره العثماني. بالنسبه لهذا الموديل راه كنصايبو غدوزي عندي الواتساب باش نصايب لك الموديل اللي بغيتي. مرحبا لاله ساره. خديجه غادي ندوز ان شاء الله خويت ما تخليكم معنا اخوات. حاولوا تشوفوا هاد السلعه اللي غندوزو وديروا لها كابتور دو كرو ولا ديروا لها سكرين وما تنساوش الاثمنه بقاو عاقلين عليها لان الاثمنه مناسبه. كيف ما كتشوفوا عندنا هاد لاشين نيلو رقيقه بالبوندونتيف صغيور ديال 3 دي الثمن ديالو كيدير 950 درهم 950 درهم اللي هي 19000 ريال اخوات. فوالا كيف ما كتشوفوا 950 درهم اللي هي 19000 ريال 95 اورو. هذه شي حاجه سلسله رقيقه بالبوندونتيف ديالها كتجي على هذا الشكل 950 درهم اللي هي 19000 ريال. فوالا انا نخلي لكم الوقت فين ديروا كابتشر ديكرو ولا ديروا السكرين وما تنساوش اخوات اللي كيدخلوا جداد ما تنساوش بارطاج لي لايف. 950 درهم اللي هي 19000 ريال 95 اورو 95 اورو. فوالا نتمنى الصوره تكون واضحه. 950 درهم بوندونتيف ديال 3 دي عندنا موديل بحالو غير هو البوندونتيف داير
هنا في كاين الفرق فوالا كيف ما كتشوفوا هنا واقيلا الصوره كتبان شويه مضبه نحاولوا نديروا لها بحال هكا باش تشوفوا دابا مزيان عندنا هاد لاشين بالبوندون شيف 3 دي كدير حتى هي 950 درهم اللي هي 19000 ريال سميرة النوبي غادي ندوز ان شاء الله ونصوم ديال بنانة مرحبا بك دنيا بو غادي ندوزو ان شاء الله الكوغميت حصيرة نورا ايت علي برافو على المعاملة ديالكم لالا نورا هادشي كله قليل في حقكم بيان سيغ هذا راه واجب علينا ومرحبا بك لالا نورا تحية لك 950 درهم اللي هي 19000 ريال 19000 ريال اللي هي 950 درهم لاشين نيلو رقيقة بالبوندون شيف ديال 3 دي كنحاول نخلي لكم الصورة بعيدة كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل باش الارتيكل يبان لكم مزيان لان كيف كنقولوا ديما الكاميرا راه ديما كتزومي واحد شوية كيبين الارتيكل كبير هو هذا الارتيكل راه غير صغير هذه بوندون شيف ديال 3 دي بلاشين نيلو رقيقة 950 درهم اللي هي 19000 ريال بالنسبه للا رشيده الغرام دابا حاليا كيبدا من 370 درهم الغرام ما كنقولوش حنا راه لي زارتيكل عندنا كاملين 370 راه غير ابتداء من 370 لان بزاف ديال السلع كتبدا من 370 وما كتسالي حتى ما عندها حدود لان كاين بزاف ديال لي موديل اللي كيتباعوا اكثريه الشكل دابا غادي ندوزو دابا لي باك د المغياج فوالا اخوات بالنسبه لي باك د المغياج عندنا هذا الموديل هذا موديل ديال البنانه ثلاثة ديال خويت مات كبار سوسو تاولا بالنسبة للي باغيوغ 1500 اورو راه كاينين عندنا دي باغيوغ انا غادي نحاول ندوز دي كولي مي الى تزيين ديال الواتساب غادي نوريك كاع لي باغيوغ اللي عندنا اخوات ما تنساوش البارطاج ديال اللايف لان اللايف ديال اليوم حاولنا نديروه في الصباح باش يبقى نهار كامل وانتم كتفرجوا تقدروا تعاودوا اللايف وتقدروا تبارطاجيو مع صحاباتكم الثمن ديال هاد المارياج اللي كتعرف شي بنت باقا ما تزوجات اولا مقبله على الزواج نصحوا بهاد لاباك مارياج اللي كبير بزاف وكيف كنقولوا عاطي العين وسميتو مارياج ديال البنانه ديال ثلاثة الثمن ديالو كيدير 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 320 اورو الثمن جد مناسب ثلاثه ديال خويت ماشي حاجه كبيره وزوينه 64000 ريال اللي هي 320 اورو اخوات انا غنخلي لكم الوقت في انكم ديروا السكرين اولا كابتيغ ديكرون باش ديما لي فوتو ديال لي زارتيكل ديالنا يبقاو عندكم في لي زالبو 64000 ريال اللي هي 3200 درهم كيجي على هذا الشكل كيف غنقولوا عاوتاني راه المراه الا لبساتو غيجي احسن بزاف لان حنا غير كنقربوا الموديل للمراه المغربيه باش تشوف المارياج اللي عند مجوهرات اميره ما نساوش اخواتي اللي كيدخلوا جدادات معكم كريم من مجوهرات اميره كنتواجدوا في مدينه سطات بالضبط في زنقه الديبيه نمره 61 وعندنا فرع اخر في قيصريه الشاوير نمره 18 غادي ندوزو عاوتاني واحد المارياج اخر اللي كي حتى هو على هذا الشكل فوالا كيف ما كتشوفوا هذا شويه الثمن ديالو ثقيل لالا فدوى كنشكروك على الطاق ديال صاحبتك لالا ياسمين نتمنى حتى هي تشوف المارياج لي الثمن ديالو كيدير 4500 درهم 450 اورو 90000 ريال 4500 درهم اللي هي 90000 ريال 450 اورو حنان البازي صباح الخير خويا كريم درتي اللايف الصباح تبارك الله عليك لالا حنان البازي كنحاولوا نشاركوا معكم ديما لي لايف سواء الصباح ولا العشيه المهم اننا نوريكم الجديد ولي زارتيكل اللي عندنا وحاولنا فكرنا في الصباح باش يبقى اللايف اونجيستري عندكم نهار كامل وانتم كتفرجوا فوالا 4500 درهم اللي هي 450 اورو 90000 ريال تحيه لك لالا حنان 4500 درهم مارياج شي حاجه ممتازه وغزاله فوالا كيف ما كتشوفوا اخوات راه اللايف يلاه بديناه ومازال الشكيلات مازال غادي ندوزو بزاف ديال لي باك المغياج وما نساوش هاد لاباك المغياج اللي يلاه جا فوالا فوالا كيف ما كتشوفوا اخوات هاد المارياج يلاه جبناه بالنسبه للي طايره موجودين يعني الطاي اللي بغيتو راه كدوزو عندنا الواتساب والقياسات كاملين موجودين الثمن ديالو كيدير 2100 درهم اللي هي 42000 ريال
ام سعد غادي تدوزي عندي، لان احنا ديجا جامعينهم بجوج بالنسبه لهذا، ولكن دوزي عندي الواتساب باش نجاوبك على الثمن ديالو بوحدو، ماشي مشكل. الباك د المغياج هذا يلاه جا موديل زويون، والثمن ديالو حتى هو بارابور للصح ديالو الخدمه ديالو راه زوين وصحيح سوليد. 2100 درهم اللي هي 42000 ريال، 2100 درهم اللي هي 42000 ريال 210 اورو. لا باك د المغياج شي حاجه ممتازه على هذا الشكل، الثمن ديالو كيدير 42000 ريال، ثمن جد مناسب. ما تنساوش اخوات اللي كيدخلوا جداد وكيتعرفوا على مجوهرات اميره اللي في مدينه سطات، ما عليكم الا ديروا بارطاج اللايف ديال اليوم بزاف ديال لي جروب اللي عندكم، لان كاين بزاف الاخوات اللي كيكونوا مقبلين على الزواج، وماشي عيب الا درتوا بارطاج بسبب كنتوما غادي ان شاء الله يتفرجوا في هذا اللايف ديال اليوم ويشوفوا معنا هاد لي زارتيكل زوينين. عندي بحالو ماشي 450 اورو، ديت ب 340 اورو. لا لا سهام تحيه ليك بالصحه والراحه بعدا مسبقا، وان شاء الله نتمنوا يكون غير بحالو في الميزان، لان الا قلنا 450 اورو راه كنقولوا كاين الثقل وكاين الصح وكاين بزاف ديال الحوايج، ولا عبرتي غادي تعرفي الفرق. تبارك الله عليك، هادشي غزال، اول مره غنشوفكم. النمره ديال التليفون عافاك. نزهه بخاش تبارك الله عليك، مرحبا بك، ونتمنوا ان شاء الله ما تكونش اول مره وتبقاي ديما انك تشاهدي معنا، ومرحبا بك. فوالا النيميرو دو واتساب راه ديجا ايبينغلي عندك، ولكن انا غنحاول نقولو باش تبقى يبقى عندك، اللي هو 06-29-72-16-34، وعندنا النيميرو الثانية اللي هي 06-64-46-41-16. بالنسبة للايف غيبقى اونغيستخي، مكرهناش الا درتي جيم لاباج باش ديما يوصلك الجديد. لالا نزا تبارك الله عليك، مرحبا بك. فوالا كيف ما كتشوفوا هاد المارياج 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. سلام، انا بغيت حلقه خميسه مارياج وخاتم خميسه. رشيده بالنسبه لهادشي اللي بغيتي ديال الخميسه راه كلهم موجودين. نكملوا لي زارتيك اللي غندوزو ان شاء الله، ندوزو لي موديل. صفاء بن سعد الله يجيب اللي فيها الخير ويسمعكم ان شاء الله كلام الخير واخبار الخير كيف كنقولوا، الله ييسر الامور. كيف صفاء بن سعد ان شاء الله، الله يدير لك شي تاويد الخير وييسر لك امور، ونتمنى ان شاء الله واخا تكوني يعني كتضحكي، نتمنى يكون هذا الميساج هذا ويتقبل اليوم في هذه الايام ديال العواشر. الله يكبر بكم ونعم المعامله خويا كريم ويوسف. شكرا لك لالا ماغو بيبي، لالا اختك، تحيه لك من هذا المنبر. تبارك الله عليك. فوالا نكملوا اخواتي، عندنا واحد لاباك د المغياج اللي هو هذا، هذا موديل زويون واخا رقيق ولكن راه بزاف بزاف صحيح قاصح بزاف. الثمن ديالو كيدير 3300 درهم، 3300 درهم اللي هي 330 اورو 66000 ريال. فوالا ديروا ليه غير التصويره، وديك الساعه دوزو عندنا الواتساب باش نعطيكم لي فيديو ديالو التصويرات الكراماج ديالو، المهم شي حاجه سوليد وقاصح. أميلة لا دنيا مرحبا، 3300 درهم اللي هي 330 اورو. رحمه سلام رحمه الله، مرحبا بالاخوات اللي كيدخلوا جداد. 330 اورو اللي هي 66000 ريال، 3300 درهم. هذا باك ديال المغياج شي حاجه زوينه وصحيحه. دابا غادي ندوزو لي سوليتير اللي حتى هما درنا لهم اثمنه مناسبه. عندنا هذا الموديل، هذا سوليتير وعلى شكل ماركوغيت صغيور فيه شويه الحجيرات. هذا اللي عجبكم الثمن ديالو راه رخيص، والثمن ديالو كيدير 800 درهم اللي هي 16000 ريال، 800 درهم اللي هي 16000 ريال بريسك 80 اورو. لا لا مولاتي، بالنسبه لباك غافيني ترى موجودين مولي غورميت، هما دابا ما حدايش لان اللايف كنحاولوا نحطوا فيه سلعه قليله، مي دوزي عندي الواتساب باش نصور لك لي باك غافينيتي بلي غورميت ديالو. مرحبا لالا مولاتي. عندنا هاد لاباك هذا فوالا كيف ما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل، الثمن ديالو كيدير 800 درهم. فوالا 800 درهم اللي هي 16000 ريال 80 اورو، 80 اورو اللي هي 800 درهم 16000 ريال. فوالا لا عجبكم اخوات ديروا لي سكرين ولا كابتيغ ديكرون، ولي طايح حتى هما راه ديسبونيبل، القياسات اللي بغيتو راه موجودين.
80 اورو اللي هي 16000 ريال 800 درهم. كاين عاوتاني شكيلات زوينين على هذا الشكل فوالا، هذا حتى هو موديل زوين، الثمن ديالو كيدير 1700 درهم. انا غنحاول نحطو في هذا الصباعه باش يبان لكم مزيان، 1700 درهم اللي هي 34000 ريال 170 اورو. سوميه العطره بالنسبه للغورمي طوسا ما عندناش، ما عندناش لا سوميه. هذا كيدير 1700 درهم اللي هي 34000 ريال 170 اورو، كيجي على هذا الشكل، والثمن جد مناسب، شي حاجه قاصحه وصحيحه، 34000 ريال 170 اورو. الا بنجلالي الا بغيتي مازال موديلات مارياج غدوزي عندي الواتساب ونوريك كاع لي موديل اللي عندنا، حيت اللايف كندوزو فيه ديزارتيكل قلال مي موجودين، يعني المارياج موجودين. 1700 درهم اللي هي 34000 ريال كيجي على هذا الشكل 170 اورو. كاين عاوتاني عندنا لاباك ديال فيرزاتشي اللي هو هذا، اللي كان كيف كنقولوا هذا لاباك، هذا اللي ماشي ثقيل وشي حاجه زوينه، موديل ديالو مخدوم زوين فيرزاتشي، والثمن ديالو كيدير 700 درهم. عزيزه بالنسبه للمجوهرات اميره كنتوجدوا في مدينه سطات، كاين جوج ديال الفروع، فرع في قيصريه الشاويه نمره 18 وفرع اخر في زنقه الذهبيه نمره 61. اختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل غراتويت على حسب مجوهرات اميره. ما عليك الا تشوفي بحال دابا مثلا الارتيكل هذا الا عجبك، غدوزو عندنا الواتساب وغادي تكومونديوه ونصيفطوه لكم بالثمن اللي قلنا لكم في لي لايف، 700 درهم اللي هي 14000 ريال. لاباك ديال فيرزاتشي كيدير 70 اورو اللي هي 14000 ريال 700 درهم. الجرام دابا كيبدا من 370 درهم والفوق، تبارك الله عليك. لاله مالكه شكرا لك بزاف. نورا عالمي، نهى العالمي، واش ما باغيش تقرا الميساج ديالي؟ بالعكس انا قريته دابا ولكن ما قريتش الميساج اللي صيفطتي قبل. لاباك كيدير 700 درهم اللي هي 14000 ريال اخوات، كيف ما كتشوفوا الا عجبكم ديروا لي سكرين اولا كابتيغ ديكرون، دوزو عندنا البريفي 70 اورو اللي هي 14000 ريال. خاتم زويون فيرزاتشي 70 اورو اللي هي 14000 ريال 700 درهم. كاين الاخوات اللي كيبغيو يعطيو دي كادو بهذا الثمن، حنا كنقترحوا عليكم هاد الخويتمات ديال فيرزاتشي سامبل وزويون، 700 درهم ثمن مناسب وجد جد مناسب. عندنا عاوتاني الخاتم ديال البنانه، فوالا كيف ما كتشوفوا خاتم ديال البنانه. تحيه ليك سي جواد تبارك الله عليك، مرحبا. عندنا هاد الباك هذا ديال البنانه كيدير 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 1300 درهم اللي هي 26000 ريال 130 اورو. ايمان انا غادي نحاول ان شاء الله السنيسه ديجا دوزناهم، مي الا تزي عندي الواتساب ان شاء الله نوريك لي موديل اللي عندنا. 1300 درهم، 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. لا باك ديال البنانة شي حاجه زوينه. ايوا ها هو الميساج، شحال الخاتم والبراسلي ديال مشارابي. نهى عالمي تبارك الله عليك، بالنسبه للمشارابي ما عنديش البراسلي ديالو، مي كاين عندي واحد لاباك اللي بغيتي تدوزي عندي الواتساب ونوريه لك. لاله عالمي مرحبا بك، ونتمنى ان شاء الله دابا نكون جاوبتك، تحيه لك. فوالا شكرا لك لاله شيماء، فوالا كيف لاله هاجر ديجا دوزنا لي باك مغياج، ولكن دوزي عندي البريفي ونوريك لي موديل بزاف بزاف. 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. سوسو سانجيريان غادي نجي لكازا بوسيبل ليفغيزون بويسك ما نعرفش بيا ماروك، مرحبا. بالنسبه حنا راه قرابين لكازا ما بيناتناش بزاف، مي ماشي مشكل الا بغيتي نديرو لك لا ليفغيزون لكازا راه على الراس والعين، ماشي مشكل الا جيتي كازا نديرو لك لا ليفغيزون لكازا، مرحبا والله يجيبكم على خير ان شاء الله باذن الله. نكملوا مع لي باك كيف ما كتشوفوا اخوات، ما تنساوش بارطاج، لان حنا ديما كنوصيو على البارطاج، لان كاين بزاف ديال الاخوات اللي ما كيعرفوناش اننا دايرين لايف وبسببكم نتوما كيتعرفوا على اللايف. فوالا كاين هذا الخاتم ديال اناناسا ديال ثلاثة اللي الثمن ديالو كيدير 2200 درهم اللي 44000 ريال. الخاتم ديال اناناسا ديال ثلاثة كيدير 2200 درهم اللي هي 220 اورو 44000 ريال. فوالا كيجي على هادشي، الى عجبكم ديروا لي سكرين اولا كابتيغ ديكرون دوز عندنا البريفي.
2200 درهم اللي هي 44000 ريال 220 اورو. هذا لاباك ديال الاناناس على هذا الشكل. انواع العالمي بالنسبه للسلعه اللي كنديجو كنحطو هنايا كيكونوا محدودين لا النهو العالمي. هما لي زارتيكل حدايا مي هذاك الموديل اللي بغيتي بالضبط راه ما كاينش عندي دابا الا اللي بغيتي دوزي عندي الواتساب. ديك الساعه نصيفطو لك التصاور تشوفي. عندنا موديل ديال الحريم السلطان على هذا الشكل، خاتم ديال الحريم السلطان على هذا الشكل كيدير 1600 درهم، جوهرة ال. اللهم يسر لكم كريم صراحة، سلعة زوينة ومعاملة أروع. البنات غير زعما ما غاديش تندمو إن شاء الله. أنا تقديت من عندهم كلشي غزال وأتمنى في متناول أم دنيا تيزنيت. تحية ليك للا أم دنيا وشكرا ليك، شرف لينا. وتحية الناس ديال تيزنيت تبارك الله عليكم، والناس يعني الناس كاملين اللي كيتبعونا من داخل المغرب ولا خارج المغرب تبارك الله عليكم، وشكرا لكم بزاف على التعليق الجميلة ديالكم. مغيمار تحية ليك تبارك الله عليك. 1600 درهم اللي هي 32000 ريال 160 اورو، 160 اورو اللي هي 32000 ريال. خاتم ديال الحريم السلطان كيجي على هذا الشكل 32000 ريال، فوالا 1600 درهم. عندنا موديل ديال اكس كيجي حتى هو زوين فوالا كيف ما كتشوفوا. ما تنساوش اخوات البارطاج، الاخوات اللي كيدخلوا جداد ما عليكم الا ديروا بارطاج اللايف ديال اليوم باش كلشي يوصلوا الجديد ويوصلوا السلعه ديال اليوم بالاثمنه المناسبه اللي درنا في لي زارتيكل اليوم. 2700 درهم كاين عندنا هاد لاباك زوين فوالا كيف ما كتشوفوا، كيدير 2700 درهم اللي هي 54000 ريال. سلسله على شكل كورميت غليظه نفس القياس في الدوره كامله. كوثر بالنسبه اللي راه كلي ولاو دابا كلهم كيكونوا غلاظ من التحت ورقيق من غاديين وكيدعى رقاق، ولكن الا بغيتيها كامله غليظه راه كسيبو سي كوموند ماشي مشكل. لاباك هذا كيدير 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 270 اورو. 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 270 اورو، شي حاجه ممتازه وصحيحه. عندنا عاوتاني موديل اخر اللي كيجي على هذا الشكل فوالا كيف ما كتشوفوا. هادو ديك هذا واحد الموديل اللي خدينا كرياسيون ديامو كيجي على هذا الشكل، الثمن ديالو كيدير 2450 درهم. فاتي زهره بالنسبه اللي بغا سي فان كليف راك على حساب، كاين بزاف ديال لي موديل على حساب لي طيب على حساب قياسات. عبد الجليل شاكر هو حاولنا نديرو لايف اليوم في الصباح نورمالمون كمعروفين كل الاربعاء وكل السبت وديما مع بعض الاشياء، غير اليوم بغينا نحاولو نديرو في الصباح باش يبقى نهار كامل مشجل عندكم في لاباج فيسبوك ان شاء الله. 2450 درهم اللي هي 49000 ريال 245 اورو، 245 اورو 49000 ريال 2450 درهم اللي هي 49000 ريال. هادو بالنسبه لخويت مات. دابا غادي ان شاء الله ندوزو لي غورميت اللي كاينين فوالا كيف ما كتشوفوا. عندنا دي غورميت ديال 3 دي كيجيو على هذا الشكل فوالا كيف ما كتشوفوا. الثمن ديال هاد الكوغميت 3 دي كدير 1950 درهم اللي هي 39000 ريال، 1950 درهم اللي هي 39000 ريال، 39000 ريال 1950. الا بغيت السلسله كلها غليظه واش واحد شحال تقال ولا شحال ديال الوقت توجد. وصال بن عبيد بالنسبه لي كوموند بالنسبه لي راتكم 8 ايام حتى 10 ايام الا تعطلات، 8 ايام 10 ايام كتوجد. 1950 درهم غورميت ديال 3 دي اللي هي 39000 ريال، 39000 ريال فيها غورميت شوبار وموتيف 3 دي مشبك صحيح، كاين فيها شكل اوفال وفيها شكل داير فوالا. عندنا شكل داير وعندنا شكل اوفال حتى هي نفس الثمن 1950 درهم اللي هي 39000 ريال 195 اورو. عبد الجليل بالنسبه للغرام دابا كيبدا من 370 درهم الغرام، ابتداء من 370، 1950 درهم اللي هي 39000 ريال. اللي عجبتها شي حاجه دير لها سكرين ولا كابتشر ديكرون
باش تبقى عندكم تبقى مسوفكارديه باش الا جيتو عندنا المحل اولا بغيتو ديروا كوموند في الواتساب تصيفطوا لينا غير التصوير. الله يبارك فيك كريم، سلامي الحال لمجموعه بيجوتري اميره، بالتوفيق ان شاء الله. جوهره ايه، شكرا لك ومرحبا بسلامك، تبارك الله عليك، لاله يخطيك ام دنيا. عندنا موديل عاوتاني غورمي 3 دي ديال ثلاثه الاشكال، فوالا ثلاثه ديال لي موتيف كيجيو دايرين، الثمن ديالها كيدير 2300 درهم اللي هي 140000 ريال، 2300 درهم اللي هي 230 اورو 46000 ريال. غادي دابا مباراه، خليك معايا غادي ندوز، قربت دابا القشوشات انا قربت لهم. 2300 درهم اللي هي 230 اورو 46000 ريال، غورميت ديال 3 دي على هذا الشكل ديال 3، ديما غورميت شوبار زوينه غليظه وصحيحه وشي حاجه ممتازه. 2300 اللي هي 230 اورو 46000 ريال. فوالا اخوات اللي عجبات شي حاجه ما عليكم الا ديروا لها سكرين اولا كابتشر ديكرون دوز عندنا البريفي. وما تنساوش اخوات البارطاج اللايف ديال اليوم، لان البارطاج ديالكم راه كيساندنا وكيعاوننا بزاف بزاف. عندنا عاوتاني لي غورميت ديال حريم السلطان كبار، هادي يلاه جات فوالا كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل، فوالا هادي الثمن ديالها جد مناسب، الشوباغ ديالها راه غليظ صحيحه، والثمن 2700 درهم، 2700 درهم اللي هي 54000 ريال، 270 اورو، شي حاجه مخدومه زوينه وصحيحه، كتجي على هاد الشكل، في الصندوق ديالها راه فيها حجره خضراء، 2700 درهم اللي هي 54000 ريال، 270 اورو، فوالا، نحاول نخلي لكم الوقت فين تصوروا، أولا ديروا السكرين. 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 270 اورو. ابتسام ابتسام تبارك الله عليك، شكرا لك على التعليق ديالك. دابا غادي ندوزو لي غورميت ديال القشيوشات على هاد الشكل، فوالا كيف ما كتشوفوا عندنا غورميت ديال القشيوشات. حنا بالنسبه للقشيوشات اللي كنخدمو راه كنخدمو قشيوشات صحاح وزوينين، ما كنبغوش نخدمو لكم شي حاجه خفيفه، لان عندنا يعني اكثريه ديال الكليان اللي كيتبعونا كيبغيو شي حاجه لا فينيسيون زوينه، ما كيبازيوش بزاف على الثمن اكثر ما كيبازيو على الصح ولا الحاجه تكون مخدومه مزيان. وحنا كنحاولوا اننا ديما نجربوا بالخفيف، ولكن الكليان اللي ما كيعجبوش داكشي كنحاولوا نديروا لهم شي حاجه ما صح من داكشي اللي درنا قبل. دابا درنا هاد القشيوشات هادي لي موتيف ديالها سوليد صحاح، والثمن ديالها كدير 2600 درهم، 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، كتجي على هاد الشكل، 2600 درهم اللي هي 52000 ريال 260 اورو، 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، غورميت غليظه وفيها لي موتيف زوينين وصحاح. راه الا بغيتو تخدمو بغير بحال هادي في الرقيقه وخفيفه راه غتطلع بقل، طلع رخيصه لاله مريم، قال حنا كنحاولو نخدمو شي حاجه صحيحه. حسين 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، عندنا الا بغيتو حتى السناسل ديالهم راه كاينين، لان كاين هاد لي غورميت وكاين حتى السنيسلات ديالهم، فوالا كيف ما كتشوفو السنيسلات راه كيجيو على هاد الشكل، الا بغيتو السنيسلات ديالهم راه حتى هما كاينين. فوالا نحاول ندير لكم بالطريقه باش تبان لكم موديل مزيان. هادي سنيسلات ديال القشيوشات، فيها حتى هي ثقيله وفيها خفيفه، وانا غنعطيكم جوجات لان كاين جوجات باثمنه مختلفه على حساب الثقل ديالهم. كاين هاد الموديل ديال لاشين اللي كدير 3200 درهم اللي هي 64000 ريال، 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 320 اورو، فوالا لي موتيف اللي فيها. ما تنساوش اخوات ديروا كابتشر ديكرون السكرين باش يبقى عندكم الثمن، 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 320 اورو. وكاينه عاوتاني بحالها غير هي ثقيله عليها، فيها لاشين طويله وفيها بزاف ديال لي موتيف، فيها واقيلا 8 7 ديال لي موتيف.
هذه زايده عليها شويه الثمن ديالها كدير 3700 درهم. فوالا كتجي على هذا الشكل 3700 درهم اللي هي 74000 ريال. انا كنحاول ندير لكم الصوره بعيد شويه باش يبان لكم داكشي مزيان. ماغي ما عرفتش شحال داير الذهب. مريم الذهب دابا كيبدا من 370 درهم الجرام والفوق. اخوات اللي كي يلاه كيدخلوا جداد مجوهرات اميره كتواجد في مدينه سطات، قيصريه الشاويه نمره 18، والفرع الثاني في زنقه الديبيه نمره 61. اختصاص ديالنا هو بيع الذهب عيار 18، وكنديروا لا ليفغيزون في المغرب كامل فابور على حسابنا حنا. 3700 درهم اللي هي 74000 ريال 370 اورو. هادو هما لي موتيف كيف ما كتشوفوا. غنحاول نقربها لكم على هذا الشكل. ما تاخذوش ديما الكاميرا بعين الاعتبار لان كيكون داك الزوم كيبين الارتيكل كبير بزاف. مي هادو راه ديزاكس دي موتيف صغار ماشي كبار. 3700 درهم اللي هي 74000 ريال. هادي لاشين ديال لونك. فوالا اللي عجبتها شي حاجه دير لها التصويره يعني تسكرين ولا كابتشر داك خدوز عندنا بريفي. سلام لالا ازهر ازهر. سياسين قال قال لي كريم لطيف شي حاجه 100 درهم. ما عرفتش السياسين تبارك الله عليك غير هو ما عرفش الشمال اللي بغيتي غتكون ياك ما غلطتي. عندنا دي سوتواغ ديال الخميسه اللي كانوا جاو حتى هما مؤخرا. فوالا كيتلبسوا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. عندهم الخميسه ديالهم راه شويه يعني كيف كنقولوا كتلعب مي صحيحه. هادو دي سوتواغ ديال الخميسه كيتلبسوا بهذه الطريقه كيجيو هابطين. والثمن ديال هاد السوتواغ هذا الثمن ديالو كيدير 4000 درهم اللي هي 80000 ريال. هذا السوتواغ ديال الخميسه اللي الثمن ديالو كيدير 4000 درهم اللي هي 80000 ريال 400 اورو. 4000 درهم اللي هي 400 اورو 80000 ريال. عفاف غادي دوزي عندي البريفي باش نوريك لي بروش اللي بقاو عندنا. سمح لينا لا عفاف. 4000 درهم كاين فيهم ديال الخميسه وكاين فيهم ديال الورده. فوالا غنحاول نوريكم حتى ديال الورده. سمحوا لينا اخوات. فوالا هادو ديال الورده حتى هما كيجيو بهذا الشكل. كنحاول نصورهم لكم من البوسي باش تشوفوهم مزيان. بالنسبه للموتيف ديال الورده كيف كنقول لكم اخوات فوالا كيف ما كتشوفوا راهم خفاف مي كبار. هذا هو خديجه خليد خليد الزيادي. انت معلم شكرا اخي لقد توصلت بالامانه. تحيه سي خليد وشكرا لك حتى على الثقه ديالك وبالصحه وراحة. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الارتيكل ويعجبكم حتى الكادو اللي كنصيفطوا معاه. واش الموديلات عندكم فيهم الطابع ديال الذهب؟ بيان سور لاله مريم يعني ما يمكنش يعني كل شيء الذهب اللي كاين في المغرب كله خصو يكون بالطابع ديالو. فوالا كيف كتشوفوا السوتواغ ديال الورده الثمن ديالو كيدير 4000 درهم اللي هي 80000 ريال 400 اورو. 4000 درهم اللي هي 400 اورو 80000 ريال. ما تنساوش اخوات دعمونا بالبارطاج. الا عندكم دي جروب كتعرفوهم فيهم صحاباتكم ولا هذا شاركوا معاهم اللايف ديال اليوم في اقرب الجروبات اللي كتعرفوا باش يعني نستافدوا من الاخوات حتى هما يتعرفوا على مجوهرات اميره. فوالا كيف كتشوفوا 4000 درهم اللي هي 80000 ريال. هادو دي سوتواغ ديال الورده وديال الخميسه نفس الثمن. عندنا واحد السوتواغ اخر حتى هو زويون ولكن الثمن ديالو شويه ثقيل وصحيح. ام حسام على حساب لا ليفغيزو على حساب الكادو. مي كنديرو دي كادو سامبوليك. كنشكروا الاخوات كاملين اللي كيتيقوا فينا وكنصيفطوا لهم الارتيكل لا ليفغيزو كتكون غراتويت على حسابنا بليس كادو سامبوليك. بالنسبه للسوتواغ هو هذا سوتواغ افينيتي شي حاجه ممتازه وزاله. الثمن ديال هاد السوتواغ صحيح وثقيل 1,010,000 ريال. 1,010,000 ريال. لا لا عفاف هذا واجب مرحبا بك. هي 10,500 درهم. 10,500 درهم اللي هي 1,010,000 ريال. 1,050 اورو 1,050 اورو. ولكن شي حاجة راقية وممتازة كيف ما كتشوفوا. نقرب لكم التصويرة بحال هكا دايرة فيها لي بول. لاشين كيف ما كتشوفوا الكوليكسيون ممتازة يعني الجودة في الخدمة ديالها متقونة بزاف.
10500 درهم اللي هي 1,010,000 ريال. دابا غادي ندوزو لي شوغوفسكي اللي كيف قلنا فيهم بزاف ديال اللوينات. حنا كنلعبو على لي موتيف كيكونوا نسبيا قاصحين، ما كنقولوش قاصحين بزاف، مي مقارنة بالثمن راه صحاح وزويونين. حنا بالنسبة لي زارتيك كنديرو فيهم واحد لي موتيف كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل، كنعطيهم حقهم في الذهب ديالهم، حيت كاين بعض الاخوات اللي كيقول لك خديناهم بقل، غتاخذهم بقل ولكن غتلقى لي موتيف ماشي بحال هادو اللي عندهم جوهرات اميره. فوالا كيف ما كتشوفوا كاين فيهم بزاف ديال الاشكال، فيهم لانفيني، فيهم هاد الورده، فيهم هاد الشكيلات كيف ما كتشوفوا. هادو الوينات راهم موجودين تمام، حيت كل اللي كيبغي يعطي دي كادو كيحير بعض المرات. انا كنحاول ننصح الاخوات باش تاخذوا لي شوغوفسكي زوينين وفيهم اثمنه مناسبه. ومراوان حنا في مدينه ستات كنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل. الا عجبك مثلا هاد شوغوفسكي كتعطينا غير لادريس ديالك والسميه والكنيه ونمره التليفون وكنصيفطو حتى للدار عندك. الثمن ديال هاد لي شوغوفسكي 400 درهم اللي هي 8000 ريال 40 طو. لالا فاتحه مرحبا بك. بالنسبه للذهب دابا حاليا كيبدا من 370 درهم الجرام والفوق. فوالا 400 درهم اللي هي 8000 ريال لي موتيف كيف ما كتشوفوا. واللوينات اللي عجبتكم في شوغوفسكي راه دوزو عندنا غير بريفي ونعطيكم ان شاء الله الا كونفيرميتو معنا كنصيفطو لكم الارتيكل. 400 درهم اللي كيف اي ارتيكل بغيتو بنفس الثمن، 8000 ريال اللي هي 400 درهم. بالنسبه لا ليفريزون ديال هادو حتى هما راه لا ليفريزون غراتويت على حسابنا فيما كنتو، بلوس كادو سامبوليك. يعني الا عجبكم هاد الارتيكل هذا ب 400 درهم كتعطيو غير الفاكتور 400 كيعطيكم هاد الارتيكل ديالها بلوس كادو بلوس لا ليفريزون غراتويت، ما كتخلصو حتى شي حاجه. 400 درهم اللي هي 8000 ريال، لان كاين بعض الاخوات اللي ما عندهمش الوقت انهم يخرجوا يجيبوا دي كادو. حنا راه ماشي مشكل، غير صيفط لينا ميساج وقول لك راه عجبك هذا الموديل، غتصيفط لينا غير لادريس ديالك والسميه والكنيه ونمره التليفون ونصيفطو لك حتى للدار. يعني ما تمحني ما حتى شي حاجه وكل شيء غراتويت على حسابنا. فوالا عندنا دي زونسومبل بهاد الاثمنه بالبراسلي ديالهم، اونسومبلات بالبراسلي كيف ما كتشوفوا. ميري سي تو بلي غورميطات صغار ديال الايد واقفه عليها. مريم اختي مرحبا بك، دوزي عندي الواتساب دابا وغنجاوبك على لي غورميط ديال البنيات الصغار. راه كاين واحد الموديل جا جديد زوينين كوم كادو، راه غيجيو راقيين وزوينين. عندنا هاد الانصومبل هذا كيدير 7800 درهم، انصومبل كامل بالبغاسلي ديالو لاشين شوبر بوندونتي بلي بوكل 156000 ريال 780 اورو. سبعة آلاف وثمانمية درهم اللي هي 156000 ريال كيف ما كتشوفوا، داير على هاد الشكل وزوين. 7800 درهم اللي هي 780 اورو 156000 ريال، اونسومبل كامل بالبغاسلي ديالو بكلشي. عندنا واحد اونسومبل زوين والثمن ديالو حتى هو كنتمنى انه يعجبكم، درنا ليه ثمن مناسب. هذا اونسومبل كامل ديال بنانا كيدير 3800 درهم اللي هي 76000 ريال. 3800 درهم اللي هي 76000 ريال، اونسومبل كامل كيدير 380 اورو. لطيف الحسن بالنسبه لليفريزون حنا كنديروها في المغرب كامل. لا ليفريزون ديما كنقولوا ما بين 24 ساعه 48 ساعه. الا دفعتي لا كوموند ديالك مثلا اليوم، حنا غدا راه كنديروا لا ليفريزون، تقدر توصلك ان شاء الله نهار الجمعه. مرحبا بك. 3800 درهم اللي هي 76000 ريال، اونسومبل كامل لا باك لا شيم بالبوندون شيف لي بوكل ديالها بالكورميت 76000 ريال اللي هي 380 اورو. لبنى الطاهري بالنسبه لليفريزون كنديروها غير في المغرب، خارج المغرب لا. كنعتذروا منك لاله لبنى الطاهري، ولكن كاين اكثريه ديال الناس الجاليه اللي كيتبعونا راهم يعني مثلا اللي عندهم لا فامي ديالهم راه كيقدروا نصيفطوا لهم الارتيكل حتى للمدينه اللي عندهم فيها العائله مثلا. اذا غادي ندوزوا لهذا الانسومبل هذا، فوالا هذا انسومبل كبير ديال شانيل، نحاول نوري لكم بهذه الطريقه شي حاجه كبيره وزوينه. فاطمة زهرة بيان سور هادشي راه ذهب عيار 18، انسومبل كامل كيدير 21000 درهم. لا لا لطيفه مرحبا، هذا واجب 21000 درهم اللي هي 2 مليون و20000 ريال.
نعومي نعومي غيكون غير على حساب لاكام، اما راه كلشي صفر. هذا ثمن الانصومبل هذا كامل كيدير 21000 درهم، اللي هي 2,020,000 ريال انصومبل كامل، ولكن شي حاجه غزاله وصحيحه. كنحاول نوري لكم من بعيد باش يبان لكم الارتيكل مزيان، وراه كيجي على هذا الشكل كيدير 21000 درهم، 2,020,000 ريال. فتيحة يعني الفرق بين الذهب الابيض والصفر ما كاين حتى شي فرق، غير هو كيختلفوا الموديلات اللي كيكون في الذهب الابيض ماشي هو اللي كيكون في الذهب الصفر. اما راه ذهب ذهب كيف كنقولوا، عندنا اونسومبل ديال البنانة كيجي على هذا الشكل، هذا اونسومبل كامل بثمن مناسب، في الكوغميط على هذا الشكل ديال البنانة بلا باك ديالها بلي بوكل زوينين ودايرين. الثمن ديالها كيدير 1050 اورو، اللي هي 1,010,000 ريال، 10,500 درهم. اونسومبل كامل كيدير 1,010,000 ريال، اللي هي 1050 اورو، 1050 اورو اونسومبل كامل. الى عجبكم ديروا لي سكرين. كاتالون بالنسبه للانستغرام، عندنا دي باج، عندنا لا باج في الانستغرام اللي هي بيجوتري اميره اوفيسيال، وديما تاكدوا في المدينه مدينه ستات. فوالا عندنا الانسومبل هذا، مليون وعشرة الاف ريال، اللي هي 10,500 درهم انسومبل كامل. عندنا واحد الانسومبل اللي حتى هو زويون وراقي ديال جاكوار، فوالا كيف ما كتشوفوا. غنحاولوا نوريكم سلعه زوينه في الاخر، فوالا كيف ما كتشوفوا هذا انسومبل كامل، الثمن ديالو كيدير 20,000 درهم، 20,000 درهم اللي هي 2,000,000. في غورميت حصيرة على شكل جاكوار، حتى لاباك ديالو لا فينيسيون صحيحه والشكل ديال غافينيتي دنيا. انا غادي نحاول نوريك غورميت حصيرة، 20,000 درهم اللي هي 2,000 اورو، 2,000 اورو، 2,000,000، 2,000 اورو اللي هي 2,000,000، 20,000 درهم. عندنا دي غورميت ديال حصيرة على هذا الشكل، فوالا اخت فاطمه كيف ما كتشوفي، عندنا هذا الموديل ديال الحصيره، كاين عندنا هذا الشكل هذا اللي الثمن ديالو كيدير 5,900 درهم، اللي هي 118,000 ريال، 5,900 درهم، فيه البيض وفيه الصفر اللي بغيتو. وعندنا هذا الموديل هذا ديال حريم السلطان الاخضر، اللي الثمن ديالو كيدير 7,200 درهم، اللي هي 144,000 ريال، 7,200 درهم اللي هي 720 اورو، 144,000 ريال. هادو دي غورميت ديال الحصيره على هذا الشكل. عندنا عاوتاني دي موديل كيف ما كتشوفوا بحال هكا، موديلات ديال اكس، موديل جاكوار ديال جوج ريوس، وكاين ديال راس واحد على حساب لو شوا اللي بغيتو. فوالا بالنسبه للثمن ديال جوج ديال الريوس ديال جاكوار كيدير 3,200 درهم، 3,200 درهم اللي هي 64,000 ريال. وعندنا عاوتاني الكورميت الوسطانيه اللي هي هادي، كدير 4,500 درهم اللي هي 450 اورو، 90,000 ريال. وعندنا هذا الموديل الفوقاني اللي كدير 3,200 درهم اللي هي 64,000 ريال، 320 اورو. اخوات ما عليكم الا ديروا كابتشر دوكرون، ديروا السكرين ودوزوا عندنا البريفي. فوالا اخوات، نتمنى الارتيكل يكون عجبكم مزيان. حنا راه في النيميرو ديال الواتساب راه ديجا كتكون عندكم ايبينغلي، الا احتاجيتو مزيد معلومات على لي زارتيكل اللي دوزنا راه ما عندكم الا دوزو الواتساب، وان شاء الله نوريكم الجديد في هادشي. اخوات كنشكركم على التتبع ديالكم من اول حلقه حتى لاخر الحلقه، كنشكركم على الدعم ديالكم بالبارطاج، شكرا الاخوات كاملين. نتمنى ان شاء الله اللايف ديال اليوم ما يكونش يعني تقل عليكم بالموديلات وهذا، ونتمنى لي زارتيكل يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. شرف لينا انكم كتبعونا وكتساندونا بالبارطاج، تحية لكم، وإن شاء الله نتمنى نكونوا ديما في حسن الظن ديالكم. وشكرا لك على التعليق الجميل ديال الأخوات كاملين، ونهاركم مبروك وعواشركم مبروكة، وإن شاء الله نتلاقاو في اللايف الجاي اللي غادي يكون إن شاء الله نهار السبت مع 3:30 ديال العشية. تبارك الله الأخوات، ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد.